كامل اخويا هاني وينصب. ايوه باش، ده ضحك علينا وخد فلوسنا في القهوه واحنا بنلعب قمار. ايوه بس يعني اللي عمله كامل ده ما يعتبرش نصب. امال يعتبر ايه؟ يعني يعتبر شطاره، والفلوس اللي خدها منكو دي يعني مكافئه عشان حرفنته. مكافئه؟ انت بتقول ايه يا جدع انت؟ طيب يعني انا عندي حل ممكن يعوضكم الخساره بتاعتكم. ايه هو الحل؟ احنا نلعب دورين على الورق، جايز تعوضوا اللي خسرتوه؟ تخسر يا حلو. ايه 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 الحظ الهباب دي؟ اتغلبت يا ناصح. حد ليه شوق يلعب معايا تاني؟ اني يا روح امك. يلا طاهر، يلا ادي انت هو من هنا. يلا يلا جت كل قرف. ايوه طاهر، طاهر اللي هيخلي ليلتك سودة ومخططة بسود. رياض ال 5000 جنيه اللي ضحكت على الراجل وخدتهم منه. انا ما خدتش حاجة. طب والنعمة الشريفة يا كامل؟ لو ما طلعت بالفلوس لكون مقلعك ملط ومعلقك على الشجرة لحد الصبح زي المرة اللي فاتت. فاكرها ولا فكرك بيها؟ لا لا خلاص ملوش لزوم، انت ليك وهتاخد وانا عليا الدين. لا يا روح امك، البقين الحمضانين دول ما ياكلوش معايا، ده انا اللي معلمهم لك. طب خلاص بينا نطلع على البيت وانا اديهم. ده انا اللي حدهم لك. ايه؟ ايوه يعني طالما طلعت معايا راجل يبقى هديك منهم 20 جنيه. 20 جنيه؟ يا اصيل يا ابن الاصول يا مقصر. ايوه بس على شرط. شرط ايه؟ هقسم معاك في الايراد بتاع النهارده. حرام عليه، ده تعب يا شويه طول النهار. تعب ايه يا ولد؟ ده نصب واحتيال والشهود كتير، يعني ممكن اعمل لك قضيه وارميك في الحبس وقتي. وتسجن اخوك يا طاهر؟ واسجن ابويا لو اتضح لي انه حرامي وما رضيش يقسم معايا. طب نقسم قسمه العدل؟ لا يا حبيبي، قسمه العدل دي ما تاكلش معايا. احنا هنقسم القسمه اللي على مزاجك، وانت هتقول الله يبارك لك. ها قلت ايه؟ الله يبارك لك ويغدك. بتقول حاجه يا ولي؟ لا يا اخوي، ده انا بدعي لك. وعليك وعلى ضحكتك النتني. قوم يا ابني لقدام، قوم يا ابني لقدام. كده بالصلاة على النبي بقيتوا 20,000 جنيه بالتمام والكمال. سلام سلام كده، لو تولفوا مع بعض وتولدوا ولاقيكوا كده 10 أرانب. ايه ده يا طاهر الطبع ده؟
الطمع يقل مزامع وارنب واحد. ايوه امال انا سايبكوا هنا ليه؟ ما هو من عشر القوم 40 يوم صار منهم. يا رب ارنب واحد مش كتير علي، ده انا غلبان يعني هي جت علي. النبي طاير بيه مش هوصيه. حاضر حاضر الواد ابني، بس بقى جت كل قرف قرفتوني من ساعه ما جيت. يلا غور انت وهو من هنا. ده ايه البلد المعفن ده؟ انت بتاكل؟ يلا هات من هنا غرفه داهيه. كل قرف كلكم يا ساتر يا رب. منور يا طاهر باشي. الله ينور قبرك يا فرجاني. انا الفرحه مش سيعاني يا اولاد، باجي طاهر باشي على سنه ورم هدايا هنا في القهوه. ما تقولش كده يا فرجاني، ده احنا اخوان واني خيري عليك. ايه الغيبه الطويله دي؟ والله مشاغل يا فرجاني، اصل سياده الوزير كان مكلفني بمأموريه وقال لي يا طاهر باشي محدش هيقوم بالمأموريه دي غيرك، لان اني واثق فيك وانت تعتبر دراعي اليمين. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يخليك لبلدنا. انت دايما رافع راسنا لفوق. ماني عارف، ده انتوا من غيري ما تسووش بصلي. انت وله وله تعال شوف طلبات طاهر باشي. طبعا الطلبات كلها على حساب المحل كالعادي. يا طاهر بيه تشرب ايه؟ ايه ولا قله الذوق اللي انت فيها والجليطه دي؟ واني قلت حاجه؟ داخل كده تقول لي تشرب ايه؟ خبط لزق. امال لو اقول لحضرتك تقول لي تاكل ايه الاول؟ تاكل ايه الاول؟ هات لي 2 فول. عينيك. خد يا معفن يا واطي هنا. هو اني لسه خلصت طلبات؟ احنا قلنا ايه؟ 2 فول و2 فلافل و2 بيض و2 مسقعي، وهات لي طبق طرش كده عشان يفتح نفسي، وحاجه ساقعه. ماشي. بقول لك انت مستعجل يا معفن، مش لما اخلص كلامي تبقى في دهي. خليهم تلاتات. ايوه، وخلي السائع صاروخ، وكتر الترشي عشان انا نفسيتي مسدوده منكم، جت كل قرف بلد زباله. تؤمر يا باشا تؤمر. الشاي يا كبير. جيت يا مبرك؟ لسه واصل حالا، يا دوبك شقرت على العيال والجماعي وتنتني جاي على طول. قصر في حديثك الماسخ ده. ايه الحكايه؟ اخوك دي اليومين لابده في اوضته محدش سمع له حس. يعني هي جت عليه يا كبير؟ اسكت ساكت يا واد. عريس جديد يا ابوي، انت سيد اللي عارفين الغربال الجديد ليه شده. ليه؟ هو كان ناقص حريم اياك؟ هو كان بيخلص في مصر ولا اني ما داريش؟ والله معاك حق يا كبير، ده سيدي دياب ده بيخش في المفيد على طول. لساك واقف يا بابا؟ غور اطلع عايد سيدك دياب، قول له الدله دلوك عشان يقعد معانا. غور جاك الربراب. هو امرك يا سيدي الناس. قول له يجيب اللاف طوف معاه. اللاف طوف اللاف طوف. أخبار التقريبة إيه يا كبير؟ ميتة هنتمموها. الصبر ادقى الهبابي، دلوقتي أخوك يتدلى من فوق ونقعد ونتحدث معاه. ربنا يتممها على خير. حتم. ربنا يعوض عليك. جاي ولا الدور الجاي؟ جاي يا حلاوتك يا حلاوتك، ده أنا هروحك ملط النهاردة. ده أنت بتحلم. تعال نخلي الحلم حقيقة. أهو الحلم ده هخليه كابوس يكبس على نفسك يا طاهر. يا عجل يا وهدان، طاهر هيخسرك الجلد والساق. ولا يهمني يا جاموسي، مفيش حد في البلد كلها يقدر يغلب طاهر في الورق. اعجل ياض. ولا يهمني واصل، أنا جيبي عمران وحيعمر أكتر لما لعبه وأكسبه. ما تسيبوه يا رجال، ما تسيبوه، هو اللي جابه لنفسه، وبعون الله فلوسه دي كلها هتبقى من نصيبي. ولا هي جت علي؟ بس أنا اللي هفنط. فنط يا روح أمك فنط. ها فنطت يا والي؟ فنطت.
طيب يا هتلعب على كام؟ هلعب على 100 جنيه. يا جامد يا لا يا جامد انت. الواد قلبه جامد. واني ال 100 جنيه بتاعت اهي. ها؟ طلبات؟ خد سيف. أدني. كمان سيف. كمان. وعشان خاطر الراجل اللي لسه مغلوب ده كمان سيف. اها. هات لي البت بس تكون مزه. اها. هاتها لي هنا. ايوه هنا. هنا يا ولد. اهون عليك يا طاهر اروح بيتك ده؟ اعمل لك ايه؟ ما انت اللي عامل لي فيها سبع الليل الحيران، اشرب بقى. صح الكلام. تستاهل. احب على يدك يا طاهر، ده انا هموت من البرد، ده غير فضيحتي وسط الخلق. خلاص خلاص ما تضايقش نفسك يا وهدان، انا عامل حساب. البس الجلابيه دي. ايه ده؟ ده لبس حريمي. ما تقلقش، انا عامل حسابي. وجايب لك الطرحة عشان ما تستهواش.